مرحبا بكم مجدين ومواصلين حوارنا مع دكتور عبد اللطيف المكي الامين العام لحزب العمل والانجاز. مرحبا بك مجدين دكتور. اهلا بك. مرحبا نجي. كنت عندك سؤال قبل الفاصل، تفضل. انا باش نسال سي عبد اللطيف، الناس تعرفك في حركه النهضه ومن مؤسسي حركه النهضه وتقلدت. لا مانيش مؤسس. من... ها؟ مانيش مؤسس. على الاقل لا ليس لم انا لهذا شرف. لا لا يا اخي المؤسسين جيل واحد سي عبد اللطيف. لا جيت بعدهم برشا. انا نعرف. هما أسسوا في 69، أنا التحقت في أواسط الثمانينات. أسسها الشيخان سيدي نجي، وأنت تعرف الشيء هذا في بالي. لا ورجال آخرين كثيرين مش الشيخان فقط. سنيفر وسيد من قيادات الصف الأول مساج تقبل من القومة يعني. يلا نمشي للسؤال مباشرة. أي في فترة معينة نعم من قيادات مش فترة معينة، أنا من بعد ثورة. نعم أي من بعد الثورة الناس تواسع عرفوك واحد من قيادات الصف الأول في حركة النهضة ورشحوك في عدة مناصب وزارية. اليوم أنت في حزب آخر، عملت حزب يعني تحاول تقنع التواسع أن الحزب ذي راهو يختلف على حركة النهضة ويختلف على مبادئها وتوجهاتها وغيرها. المشكلة هنا سي عبد اللطيف أنه الشخص اللي يسوق الحزب هذا والتوجه الجديد أو المبادئ والقيم الجديدة ما يبدو لي عنده إشكال في التخلص من الإرث، هذا الإرث الثقيل اللي يحمله اللي هو انتماؤه لسنوات طويلة ولعقود لحركة النهضة. يعني هل عندك القدرة باش تقنع التوانسة أن عم تيف المكي هل فيرسيون جديدة 2.0 راهي تختلف على على الفيرسيون القديمه؟ يلا يجاوبك نجم. اللي هي 1.0 يجاوبك. شوف الناس تعرف، الناس تعرف اللي الاحزاب تعرف اختلافات داخلها، لانه مرات الاختلاف مش على المبدا، على كيفيه تاويل المبدا والاشتقاق منه وتنزيله. سي عبد اللطيف نحكي على شخصك. اي الناس تعرف اللي احنا داخل النهضه لم نكن كيما بعضنا، كان ثم ناس عندها توجه ديمقراطي اجتماعي مؤمن بالهوية التونسية إلى غير ذلك، وكان ثم ناس المسألة ذي ما تهمهاش، كان ثم ناس تريد إدارة ديمقراطية للحزب وكان ثم ناس ما تهمهاش، وعرفوا هذا من خلال موقفنا من لقاء باريس، عرفوا هذا من خلال موقفنا من التحالف مع النداء وكيفية إدارة التحالف مع النداء، عرفوا هذا من موقفنا في إسقاط حكومة الجملي أو إسقاط حكومة الفخفاخ أو القبول بحكومة المشيشي إلى غير ذلك. فالناس تعرف أنه بيناتنا اختلاف. اليوم الناس تقيمنا على منا في الـ في الـ في, الـ في العموم لسرقنا ولا اختفنا ولا سبينا الناس ولا اعتدينا على أحد، هذا المهم. أنا عندي عرض سياسي جديد من مبادئ اللي أنا نؤمن بها، نشتق منها ما يحقق الرفاه للتوانسة، ما ينفع التوانسة، ما يخلي التوانسة يعيشوا ظروف تدفعهم إلى العيش السعيد والعيش الكريم. وتحاول تقنعهم زي في نفس نقنعهم الوقت. وأنا نستنى أنك راه ما عادش عبد اللطيف المكي، ما عادش عبد اللطيف المكي اللي انتمى لحركة النهضة واللي قال مقال في نداء تونس وفي غيرها وقال مقال حتى في من يختلفون مع حركة النهضة من القيادات اليسار ومنهم شكري بالعيد وغيره. أين؟ تحاول تقنعهم انه مش عبد اللطيف المكي هذا، يعني كيفاش هم مسألة صعبة أنا لا لا وتكاد لا تكون مستحيلة. أنا نقوم بجهدي والنتيجة معناها ينجم واحد يجيك مواطن تونسي ناجي خليه المجال ناجي جلدك ما عرفت يلا خليه المجال رياض جرات. أنا في شخصي ماك حكيت على شخصي لدى الشعب التونسي لست متهما، بل بالعكس. لا مقنعش لست متهما لدى الشعب التونسي الا عند الناس اللي تصطنع في الاكاذيب، هو عنده كلينيك، هو عنده مدري شنو، هو ما عندوش شهاده نتاع الطب. نقول لهم اللي يقولوا ما عنديش شهاده طب راني مسجل في العماده تحت رقم 16391. نحاول الان اللي فعلا باش نجددوا فيه هو تقديم عرض سياسي بأبعاده الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتعليمية والتربوية للشعب التونسي بالصدق اللازم وبالنضال اللازم. نهار السبت هذا فقط قاعدين نعمل في اجتماعات، راهو نهار السبت هذا عملت اجتماع مهم جدا في صفاقس استمر إلى بعد منتصف الليل، وتوا بركة قدام المقر نتاع التلفزة نتاعكم كلمت الأخ اللي نظم الاجتماع قال لي عندي أمبورتور. ولذلك احنا نقوم بجهدنا وان شاء الله يقبلنا الشعب التونسي ويساندنا لاننا نوين الخير لتونس وبقوه رياض جرات وعندنا الخبره الكافيه. يلا تفضل رياض جرات.
ليه ما عندي من اسم سيدي؟ باهي، إذا كان ما عندك ما تسأل، أنا عندي سؤال ليك. تصريح سابق ليك في 18 أوت تقول حزب العمل والإنجاز كان وراء تأسيس جبهة الخلاص والنهضة لاحقة لهذه الجبهة، والنقطة الوحيدة اللي تجمعنا بالنهضة هي استعادة الديمقراطية في تونس. هل يمكن أن تلتقي اليوم الأحزاب المعارضة في جبهة واحدة؟ هل هناك اتصالات قائمة؟ اليوم نحس أنه لم تنجح المعارضة في تجميع شتاتها. خلينا نقول احنا تبنينا سياسة، قلنا إن لم نوحد الصفوف نوحد المواقف، والحمد لله الآن المواقف موحدة فيما يخص الموقف من الانقلاب. إن شاء الله نجم نقدم خطوة أخرى، وأعتبر أن المعارضة تخل بدورها وواجبها إذا كان مش تبقى شادة في الحزازيات السابقة وما توحدش الموقف. لا يعني هذا أن تتخلى على رؤيتها النقدية والمطالبة بالنقد الذاتي والتقييم، أنا مع هذا. وأحنا فعلا بادرنا في المكتب بتاع سي محمد بن سالم، بادرنا بتجميع الناس وطرح هذه الفكرة، وحاليا فعلا المشترك بيننا وبين النهضة والعديد من الأحزاب هو مقاومة الانقلاب، وهذا قلناه ومتمسكين به، وإن شاء الله ربي يوفقنا نسكن. بغازي الشواشي مثلا اليوم يطرح الشارع كبديل لإيجاد هذا الحل، توافقوا في التمشي هذايا؟ طبعا الشارع إحدى أدوات النضال، الشارع السلمي، الشارع المناضل هو إحدى أدوات النضال، وسعيد باش تقوى على الناس، تقوى على الناس. قال شنو هو الشارع معايا؟ ها ثم شارع ضدك، فهمتني؟ ويبقى الشارع فقط ما ينجمش يقدم، هو لابد من يعني رأس ثاقب اللي هي الأفكار السياسية والبدائل السياسية. هل هو خياركم للمرحلة القادمة؟ نعم. هل هو خياركم للمرحلة القادمة؟ طبعاً هو يبقى خيار قائم للكفاح من أجل تصحيح الأوضاع في البلاد. فرقوا بين الشارع، الشارع اللي ربما أنتم تعاولوا عليه هو الشارع الاجتماعي، لأنه ظاهر أنه ما عندكم حتى حضور في الشارع السياسي، أنتم تعاولوا على الشارع الاجتماعي اعتمادا على ما قاعد صاير في البلاد من تدهور قدرة شرائية وغلاء معيشة وغيره. لأنه التجربة نتاع العشر سنوات رغم أنها تقول اللي هي انصرفت البناء السياسي والمنجز الديمقراطي، لكن في الأخر اتضحت أن فشلتم في بناء شارع ديمقراطي. ما شفناش مظاهرات مشات قدام البرلمان، شفنا الشيخ راجل غنوشي وحيدا شريدا طريدا، وشفناش غدوة حتى مظاهرات شعبية تنادي بالديمقراطية إلى يوم الناس. اليوم الشارع التونسي شارع اجتماعي وليس بالشارع السياسي. شوف، شارع اجتماعي، شارع سياسي، شارع ثقافي، هو الشعب التونسي كل من موقعه وكل من أسلوبه. لا واحد يحاول باش يوظف الآخر، لكن الشعب التونسي بمختلف شوارعه ماشي في نفس الاتجاه، أنه لن يقبل مثل هذه الأوضاع. شكرا لك. وبدأت تتسرب له أخبار كنا نسمع فيها في آخر عهد بن علي. واضح. شكرا دكتور عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز. في الجزء الأخير باش نحكيه على غلاء الأسعار. نستقبل نبيل عيدي رئيس الغرفة الجهوية لتجار المواد الغذائية بالجملة، ولطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، بعد هذا التقرير لسهير شندول. ارتفاع الأسعار بتونس ونقص بعض المواد الأساسية من الأسواق التونسية هو كابوس قاعد يحوم على الشعب من مدة، إذ واصلت حركة الأسعار منحها التصاعدي بالبلاد وضعفت المقدرة الشرائية لشريحة هامة من المجتمع. كيلو بطاطا بالغلاء والكويت، طماطم ب 14 جنيه، كعبتين تحط 15 جنيه، بتعمل طنجرة تشتيق السلطة مشوية، منين هذا كله منين؟ باكيت هذا يحشي وفطور، باكيت هذا عشاء وفطور، هاي كفير هالفيلي، هاي كفير هالفيلي، هاي كفير باكيت عشاء وفطور، منين كري ضو ما منين باش يجي؟ السكر ما ثماش، الزيت ما ثماش، القهوة تفقدت من بعد رجعت، مش باش نقول لك يا اخي، الفارينة ما ثماش. قبل الخي قبل انا نخرج ب 5000 نتعشى منها انا واولادي ونتغدى منها ونفضل والحمد لله يا ربي. كان حتى الفلوس موجوده السلع ما فماش، جيت باش نشطر فلوس ما لقيت. دابو زمان ما فم سكر، ما فم زيت، ما فم الاسكالوب، ها هو ما فماش ب 20000 ولا ب 18000 ولا بقديش، ها هو اربع عزاب وبوهم وامهم وانا معاهم. تقهرنا 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 في بلادنا، بلاد تونس، بلاد الخير، بلاد الخير، راي تونس بلاد العز وبلاد الخير وبلاد الخمير. تعذبنا ومتنا وابتهرينا ومشينا وذبنا. عندي من المفروض فترينة خاصة بالدانت،
اللي هو الديك الرومي، والفترينة هذه خاصة بالدجاج. هاكم جيتون توما ولا الدجاج يبعثونا بالثلاثين كيلو، وقت اللي كنت ناخذ بالخمسمائة وبالأربعمائة وبالمئتين كيلو. أفا ماشي خبال من مواطني على الحمل على اللوز ولا البقري غالي، الاثنين غالي، العلف غالي، الاحتكار ياسر والله أنا بيعفي والله برأس مال، والله أقل من رأس مال وبثلاثين ألف العلف. راهو التجار بصفة عامة رانا مضرين أكثر حتى من الوكيل، عليه حتى الوكيل هاك مرة هاك ومرة هاك، من احنا خدمتنا يعني. فأخوي يعطينا دجاج ودجاج، أعطينا زوز دجاجوات، ناخذ من عندك شوي سلاميت، أعطيني شوية واحد. باهي برا شوف ورجع، أعطينا حتى 10 كعبات أخوي دجاج خل غدوة ننصبوا نخدم، بجاه ربي، بجاه ربي، بجاه ربي، أعطينا دجاج ودجاج خل نخدموا غدوة. باهي ها تسمعوا، هذه مسالك التوزيع، تطلب يقول لك ما عنديش سلعة. هكا تشكاوا التوانسة وهكا عبروا على قلقهم ومعاناتهم، فما هي الحلول المناسبة لتجاوز هذه الأزمة التي باتت تهدد بتلاشي الطبقة الوسطى بتونس؟ سعيدة باستقبال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أهلا وسهلا بك. مساء النور. سعيدة أيضا باستقبال نبيل العيادي رئيس الغرفة الوطنية الغرفة الجهوية لتجار المواد الغذائية بالجملة، مساء النور. مرحبا بك. مرحبا بك. خلينا نبدا معك، سمعت المواطنين، سمعت تشكياتهم، اليوم نسالك هل يمكن تحديد قائمه نهائيه بالمواد الناقصه او المفقوده، لانه ثم اللي ناقص وثم اللي مفقود جمله مانيش لاقينه. من وقتاش بدات هالازمه هذه، شنو هي الاسباب نتاعها؟ لانه تقريبا اليوم كي نسمعوا كي نطرحوا السؤال هذا كل التركيز على الازمات الخارجيه الدوليه من بينها الحرب الاوكرانيه الروسيه، هذا فقط يقتصر عليه اللي عايشون اليوم؟ أول حاجة شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل مشاهدي القناة التاسعة. والله الأزمة دي مش اليوم بدأت، مش جديدة ومش مع الحرب. الحق معنا من بداية العام 2022 بدينا نحسوا بالنقص. أنا حكم وراء الكونتوار، أنا أكثر وحدين نفيقوا بالغاز، أنا أول وحدين نفيقوا بها الأزمة. اليوم الأزمة، نعطيك مثال كيما الأزمة تاع السكر ما أثرتش علينا في السكر برك. على اليوم الدبوات تاعنا فارغة ما عادش فيها سلعة. كل حاجة تخدم بالسكر، أي حاجة معنا نستعمل فيها السكر راهي ما فماش. على اليوم في الدبوات تاعنا لعنا الجازوز، لعنا بسكوي، لعنا الشوكولاتة، لعنا عصير. أي حاجة تخدم بالسكر ما عندناش. هذا مش كافي. معنا ما كفناش معنا نقص تاع السكر. زاد كملوا علينا المشتقات تاع السكر، معنا نجرت عليها برشا حاجات. هذا ايش نقول، انت تقول يرجع لعدة اسباب، هي معنا حسب اللي يراجع في السوق نسمعوا فيه معنا مع المسؤولين، يقول لك احنا كنا متعاقدين مع مستثمر اجنبي منتصب معنا في تونس يخدم اوف شور، هذا الكونترات الاخرين صار معه هو، هذا ما وفاش بالعقد نتاعو لاسباب معنا ما نحبش نحكيها انا، خاطر ما نحبش ندخل في حاجات ما تخصنيش. علاش حكيت شنو المشكل؟ هذا خاطر تحكي لما عمل السكر نتاع باجا، معمل السكر نتاع بنزرت. إيه علاش وقف؟ يقولوا ما عمل سكر بنزرت هذايا في الكونترات وعنده مش وفر لهم سلعه يوميه فوق 1200 طرناطه. مشاو معاهم في قد يدخل لهم في السلعه، يدخل في السلعه، يقولوا معناها هذايا مشكله، معناها ما نحبش مشكله ميانا، معناها ما نحبش كلام العباد. عليك كمان الله برا. السيد ما خلصوش. ما خلصوش هو في حد ذاته يجي في المواد الاوليه معناها من شكون ما خلصوش؟ الدوله التونسيه، الدوله التونسيه ديوان التجاره، ديوان التجاره ما خلصوش، وهو يجيب في المواد الاوليه من الخارج، هو حل معناها يولوا ياخذوا فلوسهم باش يخلص بها البابور اللي جاب بتاع المواد الاوليه ويولوا باش يوقف. هذو ما خلصوش البابور، قعد البابور كل يوم يقعدوا في البور تاع بنزرت كل يوم يخلص، اخر الوقت البابور رجع من غاديك بدا يدخل في مشاكل. كي قطع العقد هذا وي مع العلم في الكونترات نتاعهم معناها كي عنده روتار المعمل السكر ما يفيش بالكميات نتاعو بالطلبيه نتاعو، عنده بيناليتي، البيناليتي نتاعو معناها وصلت كبر مبلغ هام، قال اخويا انا فلوسي عندكم اوموا ما تخطينيش فلوسي في كرش اضعف لي ما خلصني، مش انا نجيب سنه يوم ما نروحوش في الدوام هذايا. السيد هذايا معناها سكر النقاش، وقف النقاش ومشى سافر روحه لبرا. وما بصراحه شنو نقول معناها الاغلاط الاخرى شنو هو؟ احنا السوق نتاعنا شو نتاع السكر كيفاش نقولوا عندنا سكر في البلاد؟
يذكر عن 60,000 طراطم متواجده في السوق عند التجار وعند المصانع مفرطه في السوق كامل، و 30,000 طرناطه في مخزن في المخزن تاع ديوان التجاره. لكن كي نقص الكميه من السوق وكل يوم غادي نقص الكميه من السوق، يا اخي ما فماش شكون يقول لهم راه دخلنا في السوق الاحتياطي، السوق ريزيرف دخلنا فيه، دخلنا السوق ريزيرف لازم نصرفوا، معناها خاطر لابورتاسيون مش تعمل التليفون اليوم تجيك غدوه سلعه، معناها بالمفاهم عندنا شهير سلعه. احنا وصلنا دخلنا في السوق الاحتياطي، وصلنا دخلنا في السوق زيرو تاع السوق وتاع الديوان. اذا كان الوضعيه تشخصها على النحو التالي، الى متى ستتواصل الازمه؟ عندنا رؤيه، عندنا حلول لها، ولا ما زلنا اشهر باش نبقاو نحكيوا على نفس النقص او الانعدام لهذه المواد؟ لا هي بصراحه هي باش تجد على السلعه، لكن بصراحه شويه صبر لوجيستيك اللي قديش هذا؟ قديش صبر؟ أتقول لك أتفسرها لك بطريقة نعطيك الإكزامبل. أنت عندك عرس مصدع فيه 600 بشر وكلهم عطاش، دخلهم خمسة ستايك ماء، أنت راك تسربي الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، الأولاني عاود عطاش ما تخلصش تسربي السادس، حتى كي تجيب 20 ستايك ماء. اللوجيستيك راه مش ساهل، لازم تدخل المرة الأولى خاطر تو السلعة اللي قاعدة تجينا من الجزائر ماشي 20,000 طرات ما دخلتش كلها فرد نهار. قاعدين يوميا بين 1000 طن حتى 1500 طن، هذه مش شايفه بالحاجه. لكن يقال انه الاولويه تعطات للمعامل والمصانع تاع المشروبات والعصائر مش للمواطن، يعني تحطت كميات قليله للمواطنين في المغازات، وهذاك على شفنا صفوف طويله، والاولويه تعطات للمصانع والمعامل. والله هي اعطوا الاولويه للمعامل، في المرتبه الثانيه اعطوا لجران سيرفاس، احنا خلونا اخر وحدين. واضح بالنسبه لي نعتبرها غلطه فاتحه، على خاطر البار دو مارشي تاع السوق بين الكرون سيرفاس وبين السوق التقليديه اللي هو احنا العطار والجروسيست، احنا النسبه نتاعنا عند الديوان وقت كان السكر موجود، كان السكر متواجد معناه مكدس، احنا عند نسبه 90% بار دو مارشي وما عندهم 10%. اليوم كي جا السكر من برا اش عملوا؟ عطوا 90% للكرون سيرفاس و10% للسوق التقليديه. احنا كيفاش معناها عباره نعطيك بالضبط كاوتش باش تطفي به النار، مشي تسقي به في جنين. واضح به هذايا من ناحيه المواد المفقوده. لطفي رياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك، ما نقص فادح او مواد مفقوده، لكن في نفس الوقت ارتفاع جنوني في الاسعار، نحكي وراه مش على كماليات او مواد تمثل جانب من الرفاهيه، مواد حياتيه اساسيه كما اللحوم البيضاء كما الدواجن كما المواد المفقوده هذه في صوره توجدت باسوام ثم حتى الدوبل والتريبل. في شهر اوت نسبه التضخم تبلغ 8.6%. إذا كيفاش قاعدين نتابعوا في هذا الكل؟ سمعت المواطن كيفاش يتشكى اليوم؟ كلامك صحيح، أنا بنطلق من الرقم نتاعك 8.6، لكن نشوفوا اللي الأسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 9.8 مقابل 5% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي من المواد الغذائية الحرة بلغت 14.1% مقابل 0.5% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة. وهنا الرقم هذا بالنسبة لي أنا مفصلي، علاش؟ على خاطر في الظرف هذا اللي نعيشوا فيه نتاع غلاء الاسعار ونسق تصاعدي نتاع اسعار، يترجم الرقم هذا للحاله اللي قاعدين نعيشوا فيها. وهنا يجرني الحديث على هيكله الاسعار وكيفاش نشوفوا في الاسعار وكيفاش الهيكله نتاعها وكيفاش النسق التصاعدي نتاعها قاعد من نهار الى اخر. شكون يتحكم في الاسعار هنا؟ يتحكم في الاسعار هنا المساحات التجاريه الكبرى. تتحكم في الاسعار علاش؟ على خاطر توظف هامش ربح امامي وهامش ربح خلفي، وبالتالي تلقى مسيطره على الهيكله نتاع السعر وفي نسق تصاعدي. وهنا تشرفت بالاخ الكريم هو في التجاره بالجمله، هنا باش وهنا شو كان الارقام نتاعي غالطه. قل لي المساحات التجاريه الكبرى يعملوا رومي سور فاكتور 5% ريستور ان كونديسيونيل اي في الاشاء، هذه في الهامش الربح الخلفي 4% ريستور ان بالبالي دو 1.5 3% بيدجي ماركتينغ 13% فيديليتي 1% غارونتي دو ستوك 1% لوجيستيك 4% كرياسيون دارتيكل، على كل ارتيكل ياخذ بين 200 2000 دينار باش يحل مغازان 400 دينار على ارتيكل، لوفرتور نتاع ليبر مارشي من 1,000,000 ل 3,000، رونوفاسا ماغازان 400، ريفرونسمون دو برودوي 500، وشانجمون كود دابار 200، وشانجمون دو بري 200. هذه
المارشاريير وهذه اللي نسق التصاعد نتاع الاسعار باش نبسطوها. منتج ينتج في منتوج ب 10,000 مساحه تجاريه الكبرى ياخذها من عنده ب 7,000 هنا يلز المنتج ما عنده حتى حل. المنتج كان باش يرفع في الاسعار وهنا يقع نسق التصاعد نتاع الاسعار خاطر المواد غير مؤطره. وعلى ذلك نحن نطالبوا بتوسيع القائمه نتاع المواد المؤطره باش يقع على الاقل تعديل في الاسعار باش ما نقعدوش في النسق التصاعدي اللي نشوفوه هنا. وهنا باش نعرج على وزاره التجاره اللي هيكلت وحددت اعلى سقف لهامش الربح في 11 منتوج. وهنا وزاد كملت اخيرا البطاطا والبصل والدواجن بهنا باش خلت التعديل. لولا وجمدت وزاره التجاره اسعار العلف لكان تو حاره العظم 18% اللي هي تو 11%، مع الارتفاع اللي موجود في الاسعار واللي نعرفه. هنا يلزمنا نحن باش نعديو المرحله هذه ونبعدوا على الغلاء الاسعار اللي قاعده في تواتر كبير، يلزمنا نحيو حاجه، يلزمنا نحيو الهامش الربح الخلفي ونهيكلوا اعلى سقف لهامش الربح للمواد، نوسعوا في قائمه المواد المؤطره باش نجموا نهيكلوا الاسعار وثم التوازن. نشريو نحن في حاجات غاليه ماهيش حقيقيه السوم نتاعها. رياض الجرات تفضل. سي نبيل والله انا كنت نسمع فيك الحقيقه واتفق معك في جزء كبير على الاقل من تشخيصك على الاقل لهذه الازمه. الازمه هذه صحيح انه فما وضع عالمي صعب بدايه من الكوفيد، الحرب الروسيه الاوكرانيه، لحتى ازمه المناخ والتغيرات المناخيه خاصه فيما يتعلق ايضا بفقدان البن والقهوه، ازمه مركبه معقده مست تقريبا كل اقتصاديات دول العالم بما في ذلك الدول العظمى. واحنا شفنا معناتها قاده بعض هذه الدول العظمى كما الرئيس الفرنسي ماكرون منذ اسبوعين في افتتاح مجلس وزاري يتوجه الشعب الفرنسي بالحقيقة انتهى زمن الوفرة، انتهى زمن راحة البال، راهو يلزم العباد اليوم تتكافل وتتضامن وتصبر مع بعض وتصبر مع الدولة نتاعها. هذا جانب وبالتالي متفقين فيه. وشفنا حتى بريطانيا العظمى وما أدراك عنده أسبوعين تو زاد 80% في الغاز تقريبا للشعب البريطاني، وما فماش واحد فينا ربما ما عندوش أقارب ولا أصدقاء في الخارج ويعرف اللي غلاء الأسعار وهالأزمة هذه مست كل العالم. ولكن الجانب الثاني ايضا اللي لجيت عليه لا انت لا سي لطفي، وتقريبا ولينا امبراطوريات اعلاميه ايضا وصفحات فيسبوك هي ماكينات كامله تشتغل على تدفيه الخطاب هذا اللي هو حبينا ولا كرهنا جزء من الازمه. الاحتكار والمضاربه، يعني وكانه احنا كتوانسه كمواطنين عاديين كاولاد شعب بالحق من الشعب والى الشعب. اخي انا راه مانيش جاي من عرش من عالم اخر، انا نعيش كل يوم مع التوانسه كأنه احنا التوانسه هذوما البسطاء اللي نهزوا القفه ونمشيو نقضيو، ورئيس الجمهوريه معانا في عالم، والخبراء وكذا في عالم اخر، ولا واحد فيكم ولا يحكي على الاحتكار، حتى لو كنتوا انتم مقتنعين انه فما بالرسمي احتكار ومضاربه، لكن نتيجه الضغط نتاع الامبراطوريات الاعلاميه هذه اللي تحب التفه خطاب رئيس الجمهوريه، ما عادش حتى واحد يحكي على الاحتكار معك. اخي ما فماش مجرم يا سي نبيل في البلاد، اخي ما فماش عباد تستثمر وتفتعل في الازمات، صحيح بلاد ما فيهاش سيوله، صحيح اللي حكموا 10 سنين الله لا يسامحهم وصلونا للوضع هذا وبلاد على حافه الافلاس، ولكن اليوم زاد فما مجرمه في البلاد. يجب ان نقول بانه الاحتكار والمضاربه جزء لا يتجزا من الازمه. تفضل نبيل عايش. لازم نصارحوا العباد. لازم نصارحوا العباد ولازم التواصية ووقت شفافية والناس كلها تعرف المعلومة، حتى كانت خبيرة المعلومة. أنا تو كنت نسمع، سامحني سي نبيل بربي، كنت نسمع تو في التقرير اللي قعدوه الزملاء. أنت سمعته اليوم أنا عايشه كل يوم. على الاحتكار، قال لك خويا السلع، المال معدني بالله يا سي نبيل. المال معدني. شنو براس أمك معناتها؟ سامحني على المال المعدني. التشخيص نتاعك. أنا حنشوف المواد الأولية ونستوردوا فيها، والمال معدني. خلينا نشخص لك أنا من التيران. يلا جاوبك. خلينا نشخص لك أنا من التيران. بالنسبة للمال المعدني. المال المعدني مسنسين كل عام نحضروا الموسم الصيف نحضروا من فيفري مارس نحضروا في الستوكات نتاعنا في المخازن نتاعنا نحضروا في الماء خاطر البرودكسيون واللوجيستيك ما تنجمش العين تجبد منها كميه كبيره معنا في الصيف. من مارس نحضروا في الستوك نتاعنا معروفه كل عام سنوات ربي تنخدم بالطريقه هذه. السنه شو اللي صار السنه؟ السنه في مارس كان ذكروش المداهمات الامنيه وكل المراقبه وكل الاحتكار الحمد لله صار الاحتكار. المداهمات اللي صارت بصراحه بالاسف الشديد معناها فما ناس خرجوا مع ماهمش عوان التجاره، عوان التجاره فاهمين السيركوي فاهمين كل شيء. القوات الامن اللي دخلت مع وزاره التجاره يدخل دبو من دبوات عنده كميه نتاع ماء يقولوا اش تعمل بها الماء هذه؟ عندك نيه الاحتكار.
يعاقبوا فيه على نية الاحتكار. ناس فما عندي ناس منظورية توقف في الحبس بنهارين ثلاثة أيام على الكمية، شدوا على الكمية هذيك. شو اللي صار؟ الحملة هذيك أعطت نتائج عكسية. أعطوا نكمل لك، سمع لي الآخر. كل حد عنده السوق فرط فيه. والله فما ناس عندها دبوات كريتة يخلص في الكريتة دبو فيها، قل فك عليه. والله فما ناس فرط في الدبوات نتاعها بأقل من سعر الشراء، يقول لك ترسل لي في محضر يا خويا فك عليه. اليوم هذاك الستوك اللي خسرناه معناتها مارس افريل ماي جوان ما نجمش جويلي كله تعوض، واحنا اليوم راه السنه عاد وصلنا لسبتمبر بالطريقه هذيا، صدقني بقدرتي قادر. الطف من الله، لو كان سكر رجعنا زوج معامل كبار في تونس كان واحد منهم تاعهم بان ثلاث ايام تصير لنا كارثه في البلاد. هذه ما فماش احتكار. هذه الحملة تاع خلاصه خلاصه ما فماش احتكار. الاحتكار بالنسبه لي سامحني سي لطفي خلينا نجاوبوا الاحتكار. راس الهم داعش. وين تروح الحكايه كل تروح لعند التاجر عند الاخرين، اخر الاخرين في مدفع مسكين هو اللي يهز الفاتوره كل يمسحوا في يديه من الناس كل. كيما السكر ما فماش، الديوان التجاري يقول لهم ولدي راه ما فماش سكر، وهما بيض بصرحوا راه السكر ما عندناش. يجيو المواطن عادي يقول لك احتكار، يودي يقول براو ثور يقول يحلبوه ما تجيش، راه السكر الدوله ما عندهاش. يعني تعتبر فيه بالاحتكار شو؟ الاحتكار في سلعه ما فماش في السوق. لا والمحتكر علاش يحتكر؟ ما هوش يربح. وبرشا جشع ولا هي. وقت اللي تختفي البضاعه هو يخرج بضاعته ويبيعها بسعر. احنا البضاعه مثلا ما البضاعه ما فماش، يعني تنجم تكون عندك الفلوس مش مشكلتك انه غالي، اما ما فماش. وبالتالي المحتكر هذا وانا اللي حاطين عليه احنا كل شيء، لانه حكايه تو سيرياض على الازمه في فرنسا. اليوم نسمع في الفرنسيس بلديه فرنسا تأمر بإطفاء أضواء معالم باريس اقتصادا في الطاقة. برج إيفل مثلا تطلع بريطانيا العظمى جمعتين التالي يقولوا للإنسالي في الديار راه كي تستعمل في الليل ماشينا لافي نتاعك نحسب لك شطر السوم نتاع ثمن. وصلوا اللي يشي أكثر من خبزتين يحطيوه. هذه الدول العظمى تصارح في شعوبها بحقيقة الوضع، ما قالتش راه احتكار. ثم أنا نتساءل رئيس الدولة منذ ثلاث أشهر، خلينا نكمل بربي، طلع في وزارة الداخلية ومنها أعلن الحرب على الاحتكار. إذا اليوم الاحتكار مازال هو يتحكم في البلاد، معنى هذا أننا خسرنا هذه الحرب. وإذا دولة تخسر حربها مع أربعة محتكرين في البلاد وعلى الدنيا السلام. خلينا نسمع رئيس لطفي الرياحي أيضا باش نشاركوا في نفس الموضوع، موضوع الاحتكار والمحتكرين وخطاب رئيس الدولة اللي في كل مرة يذكر بضرورة محاربة الظاهرة هذه. أكيد أنتم تتابعوا عن كثب في الميدان، تسمعوا في المستهلك، في الميدان وعن الأرقام والأرقام تاعت وزارة التجارة. ونحن سي رياض مازلنا كي بدينا راه مازلنا كي بدينا على كلام سينا به نحكيو على الاحتكار نحكيو الواحد راهو لولا المرسوم نتاع السيد رئيس الجمهوريه اللي جرم فيه الاحتكار بصفه كبيره والمضاربه لكان الوضع أسوأ برشا توا. علاش؟ على خاطر قبل ونعرفوا وشفنا وعشنا اللي ثم ناس كانت تتحكم في عديد القطاعات، تتحكم في مفاصل نتاع التجاره. وهنا من جمله الحاجات اللي الواحد هي العلاف، لولا تجميد، وانا قلتها لولا تجميد اسعار الاعلاف لكان وضعنا توا حاليا في الدواجن وفي البيض ومنظومات الكل أسوأ برشا. وهنا زاد كيف كيف يلزمنا نشوفوا الواقع. وهنا زاد تحيه شكر لاجهزه الرقابه بجميع اصنافها بوزاره التجاره والمؤسسات الامنيه والعسكريه. راهي الارقام اللي شفناها 50% على عمناو زياده في المحاضر وزياده في المحجوزات، رغم العدد قليل نتاع سادة الرقابة نتاع وزارة التجارة. وهنا يلزم الناس الكل تضاف الجهود ونقف الكل مع بعضنا. ونحن عديد التبليغات اللي جاتنا من على المركز النداء نتاعنا ومنظومة المستهلك الفاعل 81-10-44-44 وبلغناها للسلطة الجهوية وكانت فاعلة وحجزت العديد من المحجوزات. جبت على قانون الاحتكار مرسوم مرسوم الاحتكار والمضاربه والمضاربه المشروعه، مش المضاربه خطر، المضاربه الغير مشروعه. اي المضاربه غير المشروعه. اي فوالا. لا لانه الكلمه اللي استعملت من الاول هي المضاربه. المضاربه والاحتكار. ومن بعد تبين انه المضاربه راه مقلنه معناها. ولكن المضاربه غير مشروعه. يبدو لي المرسوم اللي خرج وهذا واضح ونجم ياكده لي توا سي نبيل، زاد في حاله من الرعب والخوف عند تجار الجمله. ويمكن لأن الصورة ما كانتش واضحة كما ينبغي،
أو سينابيل يعرف أنه المخازن نتاع تجار الجملة راهي اسمها مخازن، يعني لي ديبو. هل لي ديبو هذوما يتخزن فيهم الماء والزيت والحليب والبسكوي والتاي والقهوة والسكر، ولاو يتحشاو كما قال، يتحشاو أنهم يخزنوا حاجة. دونك عطاه مفعول عكسي هنا، اللي ممكن مما اللي ما الناس قاعدين يقولوا فيه بوضوح أنه المرسوم كي خرج وجات فيها كسلم العقوبات ذاك اللي يوصل حتى للمؤبد، التجار ولاو خايفين ما عادش يخزنوا. طبعا هنا باش نزينوا شوية معنا الخطاب ونعملوا له شوية ننمقوه شوية، وكنا نحكيوا على الحرب الأوكرانية السوفيتية وراو الغالبة كل شيء، السكر تفقد والغازوز ما عادش يتصنع، وثم معمل كبير نتاع غازوز وقف قريب يسكر، والبسكوي ما عادش يتصنع وغيره، والفرينة والقهوة. والقهوة شنو دخلها بال شنو دخلها في الحرب السوفيتية الأوكرانية؟ هي راو نحن سواء أنه ديوان التجارة ما عادش عنده الليكيديتي الكافية أو التريزوري الكافية أو الأموال الكافية باش يستورد هالمواد الغذائية الأساسية بالكمية الكافية. علاش ما نحبوش؟ علاش أنتم سي لطفي تو أنتم منظمة اسمها إرشاد، مهمتكم إرشاد المستهلك، علاش ما تقولوش؟ علاش ما تقولولوش راهي الدولة اليوم عاجزة باش تشري السكر بالكميات الكافية وتجيب القمح وباش تشري القهوة؟ نجيوك. نحن منظمة إرشاد المستهلك نقولوها نحن، وقلنا وين ثم الإخلال وفي الأسعار وخاصة في ارتفاع الأسعار والندرة متاع بعض المواد اللي ناقصة، وشفنا نحن في أزمة السميد وأزمة الفرينة اللي الإشكال الكبير صار كونه اللهفة اللي صارت وقت طلع فينومين متاع ما عادش ثم فرينة وما عادش ثم واحد، والناس الكل بدأت تخزن وبعد لوحناه الكل صوف وندى ولوحناه. يلزم هنا وين نساندك في اللي قلته، يلزمنا رؤية واضحة ونصارحوا المستهلك بحقيقة الأشياء اللي عندنا، خاطر تو نحن كي نشوف تصويرة اللي في مساحة تجارية كبرى ونلقى الريونات فارغة، فبدي نقول علاش فارغة؟ علاش ما عبهاش برودوي آخر؟ خاطر يكره هذيك راه ما نجمش يحط فيها منتوج آخر، كان يحط فيها منتوج آخر السيد متمول المنتوج هذاك يخلص بالميتر، ميتر للنية، فهمت؟ يخليها فارغة وما يحطش فيها منتوج آخر خاطر يخلص. هي علاش وصلنا للحالة هذه؟ وصلنا للحالة هذه علاش وصلنا حتى الغازوز يتباع بالكعبتين يا سي لطفي؟ إي تراكمات تاع 10 سنوات قاعدين نشوفوا فيها، وهنا قاعدين نخلصوا في فاتورة نتاع 10 سنين، وتو يلزمنا بكلنا نخدموا وبكلنا نقفوا. ما لها فاتورة 10 سنين بلا فصل. نعطيك أنا الزيادات اللي صارت وتشوف أنت الأسعار اللي موجودة في قبل 10 سنين وتو خيالية ولات. منيش هذاك؟ هذه الكل من سيطرة ناس معينة في السوق على منتوج معين، وضعف الدولة، وضعف أيضا الدولة وعجزها على متابعة مسالك التوزيع والتحكم والسيطرة والسيطرة عليها. أنت تو ثماش ما عندناش رقمنا في مسالك التوزيع، لازمنا نعملوا رقمنا، ما عندناش. حكيت عليها أكثر من مرة وزارة التجارة أنه بدأنا فعليا في رقمنا في المواد المدعمة كيما الزيت وكيما الواحد، فيها رقمنا عندك نجم تتبع المنتوج. ومع ذلك الزيت مش موجود، مع ذلك الزيت مش موجود، مش موجود. بربي في هذايا الكل شوي. سامحني لطفي باش نعطيك الكلمة، سلوك المواطن ما دام مسؤوليته زاده بارفوا كي نسمعوا باللهفة، صحيح هذا كل موجود، لكن سلوك المواطن كيفاش توصفه اليوم فساسا؟ نحن المواطن لازم يبعد على اللهفة، وقلناها ونحن اضطرنا المنظومة نتاعنا نتاع المستهلك الفاعل وبعد على اللهفة، خاطر شفنا اللهفة كيفاش تجي تعمق في الأزمة وتزيد تخلي المضارب وتخلي السيد اللي قاعد يتحكم في المنتوج هذاك باش يزيد يخدم أكثر. مو ماشي عنده ثقة تو المواطن تلموه ولا يعيش الأزمة وراء الأزمة وراء الأزمة. بيدي ما عنده ستوك. هو مجرد أنه يدخل مثلا رئيس غرفة نتاع المنتجي الحليب ولا يقول راه فما مشكله ولا مشكله اضراب سيء بالضبط، يعني الناس تتوقع ازمه في الحليب. بالضبط في الماء في الكلمه دي بالذات. تفضل. المواطن يخرج للسوق باش ياخذ كيلو سكر، راه يقعد جمعه كامله يلوج ما يلقاش، نهار اللي يلقى تصور باش ياخذ كيلو يولي ياخذ 10 كيلو، زيد يعمق الازمه.
اي دونك فما ازمه في البلاد. هي الازمه موجوده راهي مقدور عليها سي لا لا نعرف مقدور عليها راهي مقدور عليها ونجموا نتجاوزوها بحاولوا باش نتجاوزوها. ازمه ثقه هي بيدها متاتيه من انه الدوله ما عادتش قادره على الايفاء بتعهداتها. الدوله ما عادش نجم تشري، ما عادش نجم تخلص المزودين. ها السكر اللي جاي من الجزائر، اذا انت عندك الفلوس علاش ما شريتش من عند المزود التقليدي نتاعك؟ اش تقول وزاره التجاره؟ لا شرينا من عند الجزائر، لانه مشينا للجزائر وقلنا لها بربي راهو احنا المزودين ما عادش يبيعوا لنا بالطلوق بالكريدي، اشري انت بيع لي وانا تو نخلصك بشويه. كيما واحد قال العطار ما عادش يخلصوا ما عادش يكرديه، مشى الجار وقال له امشي انت للعطار كردي من عنده وجيب لي باسمي لان وانا ما عادش سولفابل. هذا تو اش قاعد صاير؟ انا اش نقول؟ كل هذه معالجات صراحه مش تاع دوله، وكاننا قاعدين نتحدثوا على عطار في حومه من الحوم. شوف انت تحكي على الدفاع عن المستهلك والدوله كيفاش تعالج المواطن وترشيد المواطن، ما نمنش بالحكايه هذه نتاع وعي المواطن، امور تولي غريزيه وخوف ورغبه في البقاء. تعرف اللي معامل سبن عروس تخدم في 6000 واحد هذوما نتاع ليجي والقزوز وغيره، دونك ولت مساله بقاء. نعطيك انا ظاهره بركه ماكمش تحدثوا عليها انتوما كجمعيه. علاش اليوم الدوله وتعيش في الصعوبات هذه الخانقه ما تكونش ثم سياسه اقتصاديه سياسه طوارئ؟ بمعنى اول حاجه ايقاف التوريد العشوائي. هل يعقل اليوم انه معناه المغازات نتاعنا فارغه من الحليب ومن السكر ومن الزيت ومعبيه بالبضاعات التافهه نتاع تركيا، من الشوربه التركيه للمقروض التركي للمقرونه التركيه للحليب التركي. اليوم معاهده مع تركيا هذا بارقام تاع خبراء اقتصاديين يقول لك اذا نوقفوا التصدير الاستيراد من تركيا الشكالت و وقت التفاهات اللي تشوفوا فيها معبيه المغازات تعرف ينجموا يخلصوا 50% من الديون نتاع تونس. وصلت الفكره. انت الدولي شكرا لك المنظمه الدوليه للتجاره. خليوا لضيفنا التفاعل 30 ثانيه لانها مختله ومختلفه. شكرا لك يلا لطفي ريحي نختم معك. نحن المنظمه التونسيه شد المسالك ندينا منذ سنوات بمقاطعه المنتوجات الصينيه والتركيه وطلبنا عدم توريد اي منتوج له مثيله في تونس. في اول بيان تعمل بعد 25 جويليه طالبنا السيد رئيس الجمهوريه بعدم توريد اي منتوج له مثيله في تونس وبتحديد اعلى سقف لهامش الربح في جميع المنتوجات وباعتماد هيكله فاتوره الماء بهيكله فاتوره الضوء بعدم بإلزام الوصفة الطبية العلمية عن الوصفة الطبية التجارية. شكرا لك. هذا الكل اللي عملناه فهمتني وهذا ما سامعك حد وهذا باش نرجعوا القدرة الشرائية للمستهلك. يلا 30 سكوند تفضل نبيل. احنا كغرف تجارة مدغية بالجملة رانا بادين يدينا ورانا نجموا نتعاونوا ونجموا نتلافاو هذه. أنا نطلب من هذا المنبر ونطلبت كيما قبل من وزير التجارة أنا نطلب إحداث لجنة استباق معنا الحكاية هذه تتكون من موظفي وزارة التجارة ومن أعضاء الغرفة هما من وراء البيروت وإحنا من وراء الكونتوار رانا نجموا نتفاداوه وباذن الله رانا نتفاداوه. شكرا لك نبيل عادي رئيس الغرفه الجهويه لتجار المواد الغذائيه بالجمله. شكرا لك ايضا لطفي رياحي رئيس المنظمه التونسيه لارشاد المستهلك. يعطيك صحة لطفي ناجي رياض. شكرا لكم انتم على حسن المتابعه. نتلقاو غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت على قناه 9. صباح الخير نسيكم.